شيخنا في السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. كيف حال الشيخ؟ بارك الله فيك. ان شاء الله الصحه كويسه والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. شيخنا في هذه الفتن احنا بايام صعبه، القابض على دينه كالقابض على الجمر. نعم. في هذه الفتن ايش بتنصح المسلم انه يتمسك بايش؟ ابدا بحمد الله والصلاه والسلام على خاتم انبيائه ورسله. تحياتكم يا اخوه بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، لا شك أننا نعيش في زمن فتن، وبدأت الفتن تشتد في السنوات الأخيرة بشكل واضح للغاية، ويعني لا نجاة للمسلم من هذه الفتن إلا باللجوء إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يستقي منهما المخرج من هذه الفتن. والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الوقت، وتروي إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه استيقظ في يوم من الأيام بادي عليه الغضب وبادي عليه الحزن، فسألته يعني ما الأمر؟ قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتنا كقطع الليل المظلم يمسي فيها المرء مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يحتار الناس كيف المخرج من هذه الفتن. يقول أن هذه الفتن يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويتكلم الرويبضة. فسألوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتحدث في عظائم الأمور. وهذا هو زماننا، نرى كثير من قليل العلم وقليل الإيمان يتحدثون في مصائر هذه الأمة الإسلامية العظيمة التي تكالب عليها أهل الشر من كل لون وكل صنف. فمخرجنا الوحيد هو اللجوء إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاعتصام بأهل الصلاح، يعني وإن قلوا في هذه الأيام، لكن يحاول الإنسان أن يلتصق بمن يثق في دينه ويثق في أمانته، يعني وإلا يعني الفتن قد تجرف معها يعني العالم والجاهل لأن واحد. علينا يعني أن نفهم خطورة هذه الفتن وتجنبها بقدر المستطاع، والذي يستطيع أن يقاوم يقاوم، والذي لا يستطيع أن يقاوم على الأقل يعتزل أهل الفتن. الله يجزيك الخير شيخنا حبيبي. طيب سؤال ثاني، حب الأعمال إلى الله، أقرب إشي بيحبه الله عز وجل في هذه الأيام تمسك فيه؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإتقان، يعني ألا يتنازل الإنسان عن مستوى كان فيه، يعني واحد إذا كان يقوم الليل لا يجوز أن يبطل عن قيام الليل، إذا كان يقرأ القرآن يوميا لا يجوز أن يبطل عن قراءة القرآن، فهذا حبل الله المتين. يصوم اثنين وخميس يظل يصوم اثنين وخميس يظل يصوم إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، يعني أدومها وإن قل، يعني أن ألا يتراجع الإنسان في عبادته عن مستوى معين. الله يحفظك شيخ، الله يكرمك، كسرتك أنت الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الله يحفظك، جزاك الله كل خير عنك. بارك الله فيك، حفظكم الله. كثر من أمثاله وخلينا ربنا عز وجل يحفظ لنا العلماء جميعا. آمين يا رب، آمين، واحفظ أهل العلم لأنهم قلوا في هذه الأيام بشكل ملحوظ للغاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه وهو راض عنا، وأن يعيننا على الالتحاق بأهل العلم، لأنه مجالس العلم لأنها هي طوق النجاة في هذه الأيام التي يعني كثرت فيها. الله يبارك فيك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.